الأولى هي اليوم رح نأخذ إن شاء الله الأسمى، محاضرة أخرى إن شاء الله عندنا الكرونيك أوبستراكتيف بالمناري ديزيز. طبعاً هي كلمة أسمى derived from Greek origin means planting. Planting يعني يلهب. يلهب يعني هي هاي يعني ال shortness of breath اللي هي one of the major symptoms of أسمى المريض. هاي بنقول عليها ال shortness of breath اللي هي فاسم كلمة الأسمى هي refer to symptoms of أسمى اللي هي in shortness of breath. طبعا بال definition شوفوا بالأسمى is chronic inflammatory disorder. يعني هسه راح نجي ناخذ الباثوفيزيولوجي نشوف الانفلاميتري بروسيس الانفلاميتري ميدياتور بلاي امبورتنت رول بالباثوفيزيولوجي الباثوجينيسيس اوف ذا ديزيز. وبالتالي ايضا احنا لاين مين ون اوف ذا المين لاين اوف ذا تريتمنت الستيرويد هي اكت اون ذيس انفلاميتري بروسيس. طبعا هاي الانفلاميتري بروسيس او الانفلاميتري ديسوردر افكت الاير واي كوز وات اوبستراكشن اور narrowing. ورا هذا لما يصير عندنا هذا النارروينج او الاوبستراكشن هذا راح تطلع لنا السيمبتومز اللي حكيناها وحده من عندها هي قلنا الشورتنس اوف بريث، وحده من عندها الويزينج هذا الويزي كيس يعني هذا الميوزيكال ساوند المريض لما يتنفس صوته يعني يصفر بالنفس مالته هذا نسميه ويزي جيس. وبالاضافه الى انه حتى البيشنت قلنا تذكرون بالكوز الاول يصير عندنا كافين والكاف اكثر شيء يصير عندنا شوي ديورنج ذا نايت. الاير واي اوبستراكشن بالاسمى از يوجوالي ريفرسبل. هذا طبعا راح نفرقها عن الكرونيك اوبستراكتيف بالمنري ديزيز. الاير واي اوبستراكشن هناك قد يكون ريفرسبل او بارشالي ريفرسبل. شوف الابيديميولوجي بالعالم للاسمى تقريبا 300 مليون بيبل افكتد باي اسمى، يعني هذا رقم كبير بالحقيقه. واحنا لما ان شاء الله عندكم بالخامس اكو درس عندنا يسمونه فارماكو ايكونوميك اقتصاد دوائي. احنا هنا نتناول به جوانب هوايه، واحده من عندهم هو الامباكت اوف ذا ديزيز، الايكونوميك امباكت اوف ذا ديزيز، تاثيرات الاقتصادية للمرض. شوف هذا مثلا بعض الأرقام هي وإن كانت يعني في أمريكا بس خلينا ناخذ فكرة على الـ economic impact of the disease بالـ society. شوف هنا الـ estimated direct medical cost of asthma تقريبا 15 مليار دولار بس لمرض واحد كلفهم الـ direct medical cost. احنا الـ direct medical cost يعني هذا المليون لما يعني تشمل لنا مثلا الكوست اوف ميديكيشن، الكوست اوف لابوراتوري انفستيجيشنز، الكوست اوف الهوسبيتال ستاف من فيزيشن ونيرس وفارماسيست وكذا، هاي كلها يسموها دايركت ميديكال كوست. وبالحقيقه المرض لما يحسبون تاثيراته الاقتصاديه ما يحسبون بس الدايركت كوست، هسه بس الدايركت كوست هاي طلعت لنا 15 مليار. عندنا مصطلح اخر يسمونها الاندايركت كوست اوف شنو لوس اوف شنو شنو لوس اوف برودكتيفيتي. يعني هذا اللي بالشهر مثلا يصير عنده ثلاث ايام لنفترض اسماتيك اتاك يتطلب من عنده انه يترك شغله ويروح للمستشفى، هاي الثلاث ايام ايش قد هو راح البلد يفقد من انتاجيه هذا الشخص. فهذه همينا مجموعها تقريبا تطلع لنا تقريبا 5 مليارات، ف 5 مليارات اندايركت كوست و 15 مليار تقريبا دايركت كوست يطلع لنا بس لمرض واحد الاسمى كلفهم تقريبا 20 مليار دولار بس لمرض واحد. طبعا الكوزز مالت الاسمى الايديولوجي يعتقدون هو فد انتراكشن بتوين جينيتيك و انفايرمنتال فاكتور. طبعا هذه مساله الجينيتيك ودورها بالاسمى واضحه نشوفها انه لما عندنا اب او ام او اثنيناتهم عندهم اسمى نشوفها انه احتماليه ابنائهم يصيرون عندهم باسمى اعلى من الجنرال بوبيوليشن. فاذا بالحقيقه البريزنس اوف اسمى ان بيرنت هو نعتبره سترونج ريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف اسمى ان اتشارد.
هاي ارقام هي بس نشوف شو نتوقع يعني هذا مستقبل الاطفال اللي شخصوا وتعدهم انه اسماتيك فيجن. طبعا اكثر المرضى هم يشخصون بعمر يعني اقل من 5 سنوات يشخص انه اسمى 30 إلى 70%. انا مو بغض النظر عن الارقام هذه بس خلينا ناخذ فكره عليها مو بالضبط يعني اسال اقول لك احفظها. 30 إلى 70% من الاطفال improve markedly or become symptom free by early adulthood. يعني تقريبا 30 إلى 70% من يكبرون become symptom free. 30 إلى 40% تبقى عندهم و20 او اقل بالمئه 20% او اقل بالحقيقه suffering from chronic severe asthma. هذه اقل من 20% من عندهم هذول يضل وياهم الاسما ويصير عنده recurrent severe asthmatic attack. هذا الباثوفيزيولوجي اوف اسما والحقيقه هذا الفيجر هو يختصر لنا كل الحكي. اول شيء لازم عندنا شيء يصير عندنا precipitating factor. مثل ايش البريسيبيتيتنج فاكتور؟ مثلا عندنا الرجين يعني مثلا بولين هذا حبوب اللقاح، مثلا عندنا الانفايرومنتال يعني قد يكون مثلا تسعه من يصير عنده شو قد يصير عندهم الاسماتيك اتاك لما يصير الجو شنو؟ تراب داست او سموك وهكذا. او احيانا حتى عندنا الانفكشن حتى كومن كول انفلونزا كل هاي الانفلونزا او الكومن كول كان بريسيبيتيت او كان اندوس اسماتيك اتاك. الدراكس عندنا بيتا بلوكر ستيرويد او غيرها كان اندوس اسماتيك اتاك. فهاي لما البيشنت اكسبوز تو بريسيبيتيتنج فاكتور هذا راح يسوي لنا اكتيفيشن للانفلامتري سيل مال سيل ماكروفيج ايوزينوفيل وغيرها. لما يصير لها اكتيفيشن راح يسوي لنا ريليز اوف وات انفلامتري شنو؟ ميدياترز الهيستامين الليكوتراين وغيرها. فهاي راح تسوي لنا ميوكاس هايبر سيكريشن سموث مصر شنو؟ كونستريكشن ميوكوزال اديما وبالتالي كلها هاي راح تسوي لنا شنو؟ ناروينج للايروي. طبعا هم اصلا المرضى اصلا مرضى الاسماتيك بيشنت عندهم ستيت شو يسموها؟ ايروي شنو؟ هايبر ريسبونسيفنس. يعني شنو ايرواي هايبر ريسبونسيفنس؟ يعني ايرواي هايبر ريسبونسيفنس البيشنت يصير عنده اكسسيف ناروينج بالايرواي ان ريسبونس تو ستيمولاي ذات نورمالي نوت كوز سوتش ناروينج ان نورمال انديفيدوال. يعني برونكاي مالته يعني هايبر سنسيتيف اني سمول اور ستيمولاي اللي هو عند النورمال سبجكت نوت برودوس سيفير برونكو كونستريكشن عند هؤلاء الاشخاص لانهم هم هايبر ريسبونسيفنس اني ستيمولاي كان كوز اكسسيف ناروينج اوف ذا برونكاي اور اوف ذا اير واي وبالتالي يصير عندنا هاي السمبتومز مالت الاوكسيدراكشن البريزنج والشورتنس اوف بريت وسيانوسيس وغيرها. هاي الكلينيكال مانيفستيشن احنا عارف النوبات نميز بين الاكيوت اسماتيك اتاك وما بين الكرونيك اسما. هاي اول شيء راح نجي على الكرونيك اسما. الساين اند سيمبتوم انكلود ابيسود اوف ديزني. ديزني يعني شنو ديزني؟ صعوبه في شنو؟ بالتنفس. يعني المريض يبذل جهد اكثر من الطبيعي حتى يتنفس. فهاي يعني اكزيرت افورت ان اوردر تو بروسيس اوف الريسبيريشن. tightness in our chest, tightness, wheezing in other, sort of other pain, sort of other musical sound, where we get a cough, we'll cough get a cough, she, طبعا هي ال symptoms مع ال patient قد تكون عندنا وايد سبيكترا يبدا من المايلد سيمبتوم اللي اصلا يخلي يعني ما يحتاج اي تريتمنت جاست a short acting bronchodilator to be taken on need الى severe symptom uncontrolled by the combination of medication. فعندنا وايد سبيكترم بالحقيقه للسيمبتوم من المايلد الى ال very severe symptom. بينما الاكيوت اسماتيك اتاك بالاكيوت اسماتيك اتاك عندنا البيشنت عنده profound or severe narrowing بالايرواي وبالتالي البيشنت راح يجينا نفس الشيء سيفير ديزنيا شورتنس اوف بريث وحتى نوبات البيشنت كان نوت ايبل تو سي اون وورد يعني
حتى حكي من جوه المريض يحكي تزيد. هذا هسه همينه من السيمتوم هذا صاير عند هذا مالت السيفير اكيوت اسماتيك اتاك صاير بي شنو هذا؟ سيانوسيس. ايش هذا؟ صاير سيانوسيس. وهذا ايش بيه شنو المو طبيعي بهذا البيشنت؟ صاير عنده هنا الجيس مالته هذا يسمونه ريتراكشن. ريتراكشن يعني منسحب للداخل. هاي السيانوسيس ريتراكشن يعني هذا الجيس مالته المصل ضاب اللي جوا او نوبات حتى البيشنت يصير عنده يسمونها هيد لودينج يعني من يتنفس راسه هيك ينهج بالنفس مالته وحتى نوبات عندنا هاي النيزر يسمونها نيزر فليرنج من يتنفس هذا هيك هاي كلها علامات سيفير ريسبيرتوري ديستريس. سيفير ريسبيرتوري ديستريس سيمبتوم يجينا سيانوسيس تكيبنيا نفسه كلش سريع يجينا ريتراكشن يجينا هيد نودينج يجينا نيزال فليرنج فهذه كلها بالحقيقه علامات سيفير ريسبيرتوري ديستريس سيفير ريسبيرتوري انسفيشنسي وحتى هذا ريكواير هوسبيتاليزيشن. هذا ريتراكشن همين نشوف ريتراكشن هذا يسمونه انتر كوستال ريتراكشن يعني المصل حتى المصل هذا بتوين ذا ريبس طاب ليجن. هسه نجي على الدايجنوزز اوف اسما. دايجنوزز اوف اسما بالحقيقه يعتمد لنا على كلينيكال ولابريتوري انفستيجيشن. الكلينيكال هذا كله حكينا ساين اند سيمبتوم البريسيبيتيتنج فاكتور وحتى نسال عليه ما نسال على شنو؟ نسال على شنو؟ الفاميلي هيستوري. والفاميلي هيستوري مو بالضروره انه عندهم اهله وهذا عندهم شنو؟ اسما وانما اكو امراض حتى هي قريبه من شنو؟ من الاسما يعني الرجيك ديزوردر قد تكون من عندنا مثل ايش عندنا قلنا يسمينها الرجيك شنو؟ راينايتس او حتى عنده شنو؟ اكزيما او عنده سورايس وهكذا كل هاي الرجيك ديزوردر يعني انديكيت ذير از ا بروبلم بالاميون سيستم للبيشنت ووحده من عندها قد تكون الاسما. اللابريتوري انفستيجيشن الديفينيت دايجنوزس عنده بال شو يسمونه هذا الجهاز شو يسمونه؟ سبايرو شنو؟ مثل شو يقيس لنا السبايرو مثل شو يقيس فيه؟ نقيس فيه البالمونري شنو؟ فانكشن شنو؟ يسمونه بالمونري فانكشن تيست ماخذينها اعتقد انتم بالفيزيولوجي عندنا يسمونه الفور اكسبايرتري فوليوم ان ون سيك يعني هذا المريض ببساطه المريض هذا بالجهاز ونقول له يسحب نفس اقصى نفس وبعدين يدفع اقصى حد واضح؟ الفوليوم اوف اير يطلع لنا بال1 سكند هذا شو يسمونه؟ فورس اكسبيرتوري فوليوم ان شنو؟ 1 سكند والتوتال فوليوم هذا يسمونه شنو؟ الفورس فايتال كاباسيتي فنشوف الفوليوم اوف اير طلع لنا بال1 سكند ونشوف التوتال فوليوم بعدين نقسم هذا الفورس اكسبيرتوري فوليوم على الفورس فايتال كاباسيتي عادة يطلع لنا الرقم 75 او 80 هو هذا النورمال. اوكي يعني هذا يطلع لنا تقريبا 80% هو هذا النورمال بينما ان بيشنت وذ اسما الفورست اكسبيرتوري فوليوم ان 1 سكند على الفورست فايتال كاباسيتي ريشيو ايش بيها شو تكون؟ ديكريز. واضح يعني؟ بعد شنو اكو فد شيء ابسط هذا حتى موجود بالبيوت تقدر المريض ياخذه وياك هذا شيء يسمونه بالس شنو؟ من اسمه بالس اوكسيمتري فشي يقيس لنا اول شيء بالس شنو؟ بالس ريت وبعد اوكسجين اوكسيمتري يقيس لنا الاوكسجين شنو؟ يسمونه الاوكسجين ساتوريشن اوف ذا بلاد يقيس لنا الاوكسجين ساتوريشن اوف ذا بلاد عاده هو من 93 الى 98% فاذا نبات بالاكيوت اسماتيك اتاك اذا شوفه معناته 90 فمعناته انه هذا سيفير اسماتيك اتاك يصير عنده ريسبيرتوري انسفشنسي يقل الاكسجين بالبلاد وبالتالي هذه ماده بعد ايش عندنا؟ عندنا هذا يسمونه بيك فلو ميتر زين البيك فلو ميتر المين ادفانتجز مالته انه ذا بيشنت كان دو ريجولار تيست ات وات ات هوم يعني احنا هسه مثلا ديابيتك بيشنت شو يخلي بالبيت يمه؟ يقيس فيه الجلوكوز قبل كذا كم الجلوكوز شنو؟ جلوكوميتر هذا الجهاز مال جهاز فحص السكر يتابع نفسه بيقيسه قبل الريوق وقبل الاكل بعد الاكل بعد النهج وهكذا زين ابو الاسمه شنو الديفايس اللي يستخدمه فور مونيتورينج هيز اور هير كونديشن؟
شنو الجهاز اللي يستخدمه؟ يستخدم شنو؟ بيك فلو ميتر. هذا يخليه بالبيت. البيك فلو ميتر يعني هسه احنا شايفين هسه هذول الاطفال اللي يلعبون بها هاي منفخه هيك وتروح وترجع، شايفينها؟ تقريبا هو نفس فلسفته، نفس فلسفته. هذا المريض وعنده من هنا ينفخ. احنا هنا عندنا جيش. هذا مثلا الى هالحد هذا طبيعي. During asthmatic attack, during exacerbation of asthma، هذا الفلورايد البيك فلورايد يكون شنو؟ اقل. فلما المريض ينفخ يشوف الجيج مالته اقل من الطبيعي، ذاك الوقت يعرف انه صار عنده deterioration باللنج فانكشن، يعرف انه الاسماتيك اتاك الاكزاسرفيشن راح يجي، وبالتالي اكو احتياطات يقدر ياخذها. حتى من الممكن يدرب انه يزيد الدوز مال انهيلد ستيرويد، او حتى ياخذ سيستميك اورال ستيرويد من الممكن انه يستخدمها سيلف مانجمنت. لا اوكي يعني. وعندنا هذا نسميه arterial blood gases، من الممكن هذا laboratory investigation نقيس فيها البارشال بريشر مالت الاكسجين مالت الكربون دايوكسيد، وهكذا نقيس الاكسجين ساتوريشن. هذا يفيدنا خصوصا بالاكيوت اسماتيك اتاك. شوف المانجمنت، واحده من الاشياء الاساسيه بالمانجمنت اوف اسما والديابيتس وهذه هي شنو؟ البيشنت شنو؟ education. يعني مثل ما ابو السكر المفروض educated مثلا about symptom of hypoglycemia، symptom of hyperglycemia، long term complication، diabetic food، الفود كير، هذه كلها area of education المفروض مريض السكر احنا ندفع عليها. ايضا مريض الربو اكو مناطق احنا field المفروض educated. مثل ايش؟ يلا انا اسالكم، يعني مريض الربو شنو هي المجالات اللي احنا المفروض نثقف عليها؟ مثل ايش يعني؟ شنو الشغلات اللي عن مرض الربو؟ اذا من يصير اضرار افويدنس اوف تريجرنج فاكتور. اذا شنو هي التريجرنج فاكتور اللي ممكن بريسيبيتيت الاسماتيك اتاك؟ يعني مثلا الداست والاضرار والاكسرسايز والسموك وهكذا، كلها الانفكشن وهكذا، توقف المريض على الشغلات اللي تسوي له بريسيبيتيت الاكيوت اسماتيك اتاك. صحيح. بعد شنو الشغلات اللي نضخ عليها؟ ادويه، هم يعني الادويه اللي من الممكن انه نرستيرويد او بيتا بلوكر، كل هذا المفروض قائمه من الادويه اللي المفروض يجلد. بعد شنو هي الاريا اوف اديوكيشن؟ مهمه خصوصا بالاسما. بالاسما راح نشوف اكو ناس تجي تستخدم هذا، واكو ناس تستخدم هذا، واكو ناس تستخدم بخاخ ميتر دوز انهيلر، واكو ناس تستخدم هذا، واكو ناس تستخدم هذا. وكلها هاي اذا اكو عندنا الاسما درايف ديليفري ديفايس، مو مثل الطبيعي مثلا شرابه يشربها او حبوبه يبلعها، وانما يراد لها ايضا اديوكيشن مو كل الناس يعرفوها. واضح يعني؟ فهنا البروبر ادمنستريشن اوف انهيل ميديكيشن. هذا شوف هسه هنا، لانه نبات يسوي لنا تريتمنت فيلر، نبات يصير عندنا للمريض تريتمنت فيلر بسبب عدم استخدامه للميديكيشن بصوره صحيحه. هاي وحده من مرضانا اللي ما بيصير لها ريسبونس على الانهيل كورتيكوستيرويد، ما تتاخر ما يفيد. اذا بده يسوي لك تريجرنج من الاسماتيك اتاك يقدر ياخذ بري تريتمنت. شنو هذا؟ شورت اكتنج شنو بيتا 2 شنو؟ اغونيست. ايش وقت ياخذه؟ 5 مينيت بيفور اكسرسايز، وهذا الاكشن راح يقارب 2 تو 3 اورز. اوكي يعني؟ اللي انفلونزا فاكسين، هذول المرضى مرضى الاسم الكرونيك اوبستراكتيف بالمينري ديزيز، الهارت فيلر، اسكيميك هارت ديزيز، هذول ريسكي جروب. ريسكي
هذا اذا صار عنده انفلونزا من الممكن الكومبليكيشن مال الانفلونزا من الممكن حتى ليد تو دي شنو تو ديث. فهذول جروب المفروض نعطيهم يرلي انفلونزا فاكس. اوكي يعني هذا مثال عليهم، لان هذا قلنا الفيرال انفكشن كان بريسيبيتيت اكيوت اسماتيك اتاك، وهذا قلنا الاكيوت اسماتيك اتاك كان ليش شنو ديث. لذلك احنا من الجروب اللي ريكومندد تو جيف ذيم ييرلي انفلونزا فاكسين هم الاسماتيك بيشنت، اضافه لاخذناهم الهارت فيلر. و عندنا جروب يسموهم مرضى يسموهم اسبرين سنسيتيف ازمة. هذول عندهم اسبرين سنسيتيف، بمجرد ما يبلع الاسبرين راسه يصير عنده الاكيوت اسماتيك اتاك برونكو كونستريكشن وشورتنس اوف بريث وكذا. هذه المرض هذول الصنف من الناس اللي عندهم اسبرين سنسيتيف ازمة عاده عندهم ثلاثيه. شنو هاي الثلاثيه؟ اول شيء عندهم شنو؟ ازمة عاديه ازمة. وبعد ايش عندهم هاي نيزل شنو؟ نيزل بوركس، هاي الزوائد اللحميه بالانف. وعندهم شنو؟ الرجك شنو؟ راينايتس، عندهم هاي الحساسيه الموسميه. هذه تقريبا اغلب البيشنت الاسبرين سنسيتيف ازمة عندهم هاي، عندهم ازمة وعندهم الرجك راينايتس وعندهم نيزل بوركس. فهذا المرضى نقول لهم يا هاي الاسبرين تبتعدون عنه، النون ستيرويدر ان جنرال تبتعدون عنه، وحتى الباراسيتامول لارج دوز اكو عليه بريكوشن عند هذول المرضى. هسه الفارماكولوجيكا ثيرابي بصوره مختصره، الفارماكولوجيكا ثيرابي اللي راح نستخدمها راح نقسمها الى جروبين. الجروب اللي هي كويك ريليف ميديكيشنز او ريليفر، اللي وين نستخدمها؟ اللي ريليف الاكيوت شنو؟ اسماتيك اتاك. وعندنا بعد اللونج تيرم شنو؟ كنترول ميديكيشن، او نبغى تسموها كنترولر او سموها بريفنتر. فاذا عندنا جروب اوف ميديكيشن نستخدمها للاكيوت اسماتيك اتاك نسميها ريليفر، اللي عاده عندها شنو؟ ايش عندها؟ عندها شنو؟ رابيد اونست اوف اكشن. وعندنا اللونج تيرم عندنا الكنترولر ميديكيشن، هاي لونج تيرم بروفيلانس. طبعا حتى الالوان مالتهم عادة الكنترولر ميديكيشن ينطوه الالوان، يعني الجوزي الاحمر الكذا، بينما الميديكيشن اللي يستخدمونها فور رابيد ريليف يعطوها الالوان الازرق او الرصاصي، يعني عادة الجنر. اوكي يعني وحتى هم يعني هاي نقاط حتى بالالوان ربما يعني يميزون بيت. زين هسه من هي الميديكيشن اللي هي ريليفر؟ من هي يا الميديكيشن يعني؟ يعني؟ ها؟ سالبيوتامول ثاني جروب شو يسميها؟ يا جروب اللونج اكتيف لو شورت اكتيف، شورت اكتيف بيتا 2 اجونست. بعد يا جروب عندنا الكورتيكوستيرويد، مو الانهيلد كورتيكوستيرويد وانما شنو؟ السيستميك كورتيكوستيرويد، يعني خصوصا الاي في ميديكيشن. صحيح. وبعد ايش عندنا؟ بعد ايش عندنا؟ الابرا بروبيوم الانتي كولينرجيك الشورت اكتنج من عندها، اللي هو من هو الابرا تروبيوم. هذول نستخدمهم للمانجمنت اوف اكيوت اتاك. اما اللونج تيرم كنترول ميديكيشن ايش عندنا؟ انهيل شنو؟ ولونج اكتنج شنو؟ بيتا 2 شنو؟ اغونيست، ثيوفيلين، ايكوتراين ريسبتر انتاغونيست، ماس سيل سبلايزر، وعندنا هذا المونوكلونال انتي بودي ومالي زومار. وحتى احيانا نصل الى مرحله هسه راح نجي ناخذها مراحل متقدمه نعطيهم لونج تير اورال ستيرويد لونج تير ثيرابي. هسه راح نجي ناخذها. هسه نجي على اللونج تير كنترول ميديكيشن. قلنا البريفنتر البروفيلاكسيس هي من هي عندنا؟ الاشهر من هي عندنا؟ الانهيلد كورتيكو ستيرويد. مثل ايش عندنا انهيلد كورتيكو ستيرويد؟ منو؟ باكلوميتازون، بيوديسينايد، لوتيكازون وغيره. زين هسه هذا بالميكورد بيوديسينايد كاتبين عليه هذا. زين شنو سي اف سي فري انهيلر؟ يعني شنو سي اف سي فري؟ يعني ما بي سي اف سي، يعني شنو وايد يعني شنو سي اف سي فري انهيلر؟
يا شباب سي ار سي مختصر شنو وليش ما يخلونا بيه؟ هاي يسموها كلورو كاربونز. ليش كلورو كاربونز فري؟ انا اضيف ليش يا رب ليش على مود شنو؟ على مود شنو؟ ها يا تاثيراتها على يا طبقه شنو الاوزون. يعني هذا تقريبا توصيات انه بعد ممنوع يخلون بالبخاخات او كذا الكلورو كاربون على تاثيرات الاوزون. الشغله المهمه بالانهيل كورتيكوستيرويد شو يقول؟ احنا ليش نركز على هاي المساله؟ انه 2 weeks of therapy is necessary to see significant clinical effect. ليش احنا نركز على هاي المساله؟ 2 weeks of continuous therapy of regular therapy is necessary to see the maximum or significant clinical effect. ليش؟ بدنا نتطرق على المساله ونشوف كيف فيها سلايد كامل. شنو السبب؟ يعني حتى يستمر على الدواء وما يقطع عافيه، لانه تو انشور الكومبلاينس. لانه ترى المريض اذا استخدم الانهيل كورتيكوستيرويد يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام وما حد قايل له يا ترى هذا الماكسيموم افكت ما تير اباوت 2 ويكس تو برودوس سيجنفيكانت افكت، راح يسوي يعوفه ويكلم هذاك شورت هابتنج بيتا بيتا 2 اجونست اللي يشوف عنده رابيد اونست اوف اكشن. فالمفروض هذه ايدوكيت ذا بيشنت اباوت هذا شنو الاورال كانديدياسيس، هذا شنو سايد افكت اوف وات اوف انهيل كورتيكو اللونج تيرم. قلنا هذا اللي انهيل دروج اكشن بيتا 2 اجونست مثل ايش عندنا؟ سالميترول وفورميترول. شوف هنا شو يقول الفورميترول. بالحقيقه السالميترول عنده ديليد اونست اوف اكشن ولونج ديوريشن، فالسالميترول نوت سيتابل فور اكيوت اسماتيك اتاك. يعني الاونست اوف اكشن هذا تقريبا ثلث ساعه. انا واحد جاي اكيوت اسماتيك اتاك ومختنق انطي دواء، يعني الاونست اوف اكشن ورا ثلث ساعه او نص ساعه، اكيد هذا نوت سيتابل فور اكيوت اسماتيك اتاك، انا انطي شورت اكتنج بيتا 2. لكن الفورميترول بالحقيقه وان كان لونج اكتنج اللي يشابه بها السالميترول، بس ايش عنده؟ رابيد اونست اوف اكشن سيميلر تو شنو؟ سالبيوتامول. فالفورميترول عنده رابيد اونست اوف اكشن يشابه لنا السالبيوتامول، وعنده لونج ديوريشن اوف اكشن يشابه لنا السالبيوتامول. اوكي يعني لكن استخداماته للرابيد يعني للاكيوت اسماتيك انفلاكشن. الثيوفينين يوز از ليميتد بيكوز اوف وات؟ ناو ثيرابيوتيك اندكس بعد عنده سيجنفيكانت شنو دراج شنو؟ انتراكشن سيريوس سايد افكت وهكذا. هذا كله ليميتس اليوسفولنس اوف ذا ميديكيشن. زين بعد من عندنا الجروب؟ من هو عندنا؟ الانتي كولينرجيك مثل ايش عندنا؟ ابراتروبيوم. وبعد منهم؟ تايتروبيوم. الابراتروبيوم عنده رابيد اونست اوف اكشن، لذلك ممكن نستخدمه وين؟ في السيفير اكيوت اسما. تايتروبيوم لونج اكتنج اكثر شيء نستخدمه للبروفيلاكسس. بعد ايش عندنا؟ ليكوتراين ريسبتر انتاجونست اور موديفاير. عندنا زيليوتون على امريكا، عندنا مونتي لوكاست وزافر لوكاست، لكن الافكتفنس مالتها لور ذان شنو؟ انهيل كورتيكوستيرويد. بعد ايش عندنا يا جروب؟ اكو هذا يسمونه الاومايزومار، هذا مونوكلونال انتي بادي بالحقيقه انجكشن يستخدمونه سبيسيفيك تايب اوف اسما يسمونها اي جي اي ميديتد اسماء. يعني هذا عندنا حتى بالعراق ما اعتقد يعني موجود. هسه راح نجي اكو بعض الامور المهمه دائما بنتطرق لها نحكي على موضوع الاسماء، وهاي الامور ان شاء الله بالعملي راح ناخذها بتفاصيلها، بس احنا هسه راح ننبه عليها لانكم بالمحاضرات كاتبين بعض المصطلحات عنها. شنو هي الدوزج فورم اللي دراج ديليفري ديفايس؟ قد يكون شنو عندنا هنا هذا شو نسميه ميتر دوز شنو؟ انهيلر. وعندنا بعد شنو؟ دراي باودر فور انهيليشن. هذا عندنا الميتر دوز انهيلر، وهذا عندنا الدراي باودر فور انهيليشن، وعندنا بعد شنو هذا بالاخير ايش كاتب لكم اياه شنو؟ نبيولايزر. ليش هسه احنا هنا شنو المشكله بالميتر دوز انهيلر؟ اذا عرفنا شنو المشكله بالميتر دوز انهيلر راح نعرف ليش سووا الدراي باودر فور انهيليشن وليش سووا الفقير.
شنو الأكبر مشكلة عندنا بالميتر دوز انهيلر هذا بالخارج؟ شنو أكبر مشكلة؟ أعني؟ لا لا أكيوريت، هذا علقة كل باف بيها 100 مايكروغرام 200 مايكروغرام مو لا لا أكيوريت. بس شنو المشكلة اللي ها؟ إيش بي؟ لا لا مو شغلة يا أكبر، وإنما شنو المشكلة بي؟ صعوبة شنو؟ صعوبة الاستخدام. هسه إذا تروح للناس 90-99% مو بس بالعراق بالعالم يستخدمونه غلط. يستخدموه غلط، بس احنا لا مو معنى هذا يشد عندك صدره يسوى هذا سوى له هيجي بعدين يسوى وسحب. مو هيجي؟ طبعا هذا كل هذا به خطوات هوايه شيك وير وكذا وكذا، لكن به خطوه هي الاصعب. نبات يسموها يسمونها الهاند بريث اكتويشن، يعني كوردينيشن، يعني شلون توافق وتوازن بين وقت البخه ويا وقت الشهيق. احنا هنا المريض هذا قلت لك يبخ يجي ويسحب، هذا بعد ما يلحق عليها كلها صارت بريسبتيشن بالموت. الطريقه الصحيحه المفروض البخه هاي تجي بنص الشهيق، يعني يبدي يسحب نفس قبل ما شنو؟ قبل ما يبخ. هاي سوى لك شنو؟ بك شويش، يعني شوف هسه شوف وقت راح يصير هسه بالنسبه الى النفس مات، راح ابدي اسحب واستمر. صح ولا مو صح؟ بخه وين صارت؟ ايش وقت؟ نص النفس، صارت بنص النفس، باع عز الله عبدي ويحبس النفس، هاي من يسويها؟ ما حد يسويها. زين عيني؟ حتى يحلون هاي المشكله، حتى يحلون هاي المشكله سووا هذا يسموه دراي باردر فور انفليشن، هذا يسموه توربو هيلر اللي بنصه شنو؟ باودر. هسه بغض النظر عن طريقة استخدامه، لكن طريقة استخدامه سهلة وما تحتاج لها هاي الكوردينيشن ما بين الهاند وما بين الفري، واضح؟ فهاي الدراي باودر قد يكون توربو هيلر وقد يكون هاندي هيلر هذا وقد يكون اكيو هيلر وقد يكون ديسك هيلر وقد يكون سبينج هيلر وقد يكون سايكلو هيلر وغيرها، كلها هاي دراي باودر فور انهيليشن تو ايزي ذا يوز اوف ميديكيشن وبالتالي نوت ريكوايرد هاي الهاند بريث كوردينيشن. واضح يعني؟ فكل دراي باودر فور انهيليشن طريقه استخدامها اسهل. وطبعا احنا بالصيدليات لازم المريض علم عليها، يعني ما معقول هسه مريض ما شايف هذا، يعني هسه هو مو عبايب لا ما يحتاج نعلم عليه. بس مريض مطين مثل هذه انت المفروض تقعد وياه وتعلم على طريقه استخدامه. بس انت اذا شنو يعني مثلا جيت هذا عمو هذا ستيرويد فاخذ لك شيء وسحبت لك بخ يجي الورا عندك كاتبين لهم اكتيك بيتا 2 ادونيس كذا هذا يجي وسحبت لك بخ يجي الورا كاتبين ابراتروبيوم، يعني باليوم بالحصريه انت بارع لك فتشابترين من الفارماكوم. فشلون يحلونها هذه؟ اذا اكو هذا بلاسيبو، هذا فور بيشنت كونتين نو ميديكيشن، هذا بس نعلم به المريض. هذا هسه من انا جبت فوقها وحطها وبعدين شو يسوي له؟ زين الحين؟ اوكي؟ هذا ليش؟ ترى حتى هاي صوت الصفاره يعني ترى بيته مو هيجي، هذا صوت الصفاره يعني يقول لك انت اسحب النفس الى الحد اللي تطلع منها الصفاره، هذا الحد هو نفسه اللي يسحب لنا الباودر من التوربو هيلر، فمو اعتبارا هاي حاطين الصفاره من تسحب شويه قوي اوكي يعني؟ زين بعد زين هذا شنو هذا؟ هذا شنو هو؟ شو يسمونه؟ يسمونه سبيسر هذا يسمونه سبيسر زين من اسمه سبيسر يعني صارت سبيس بين من وبين من؟ بين الانهيلر وبين شنو؟ المخ صح لو مو صح؟ زين ليش سووها؟ اول ها؟ من صارت مسافه بعيده؟ من صارت مسافه بعيده؟ بعد ما يحتاج كوردينيشن وانما تقدر تتنفس ورا ما شنو؟ ورا ما بخ البخ فهنا هذا المريض ماكو مو بنص النفس لا ويسحب
واضح يعني؟ فهي اسهل صح لو مو صح؟ والشغله الثانيه السايد افكت مالت الانهيلد كورتيكوستيرويد قلنا شنو هو؟ شوف هذا الان سبيسر اوكي يعني؟ سبيسر ما يحتاج هاند بريد كورتيك بعد الدروبليت انت هنا ليش يصير عنده اورال كانديدياسيس؟ لان اللارج دروبليت مالت الستيرويد يصير لها بريسبتيشن وين؟ بالماوث فمن تحط السبيسر مكان ما يصير لها بريسبتيشن بالماوث وين راح يصير لها بريسبتيشن؟ بالسبيسر فالادفانتج الثاني للسبيسر الاولى قلنا نوت نيد هاند بريث كوردينيشن ايزير تو بي يوز الشغله الثانيه ريديوس سايد افكت اوف انهيلد كورتيكوستيرويد اللي هي الاورال وطبعا عندنا هنا شايفين انتم بالصيدليات اكو فنتولين كيف يكون عليه فنتولين شنو هذا؟ بالصيدليات شو يسمونه؟ سوليوشن فور نبيولايزر اوكي يعني هذا النبيولايزر هنا نحطه بالماسك اكو مكان هنا نحط الفنتولين سوليوشن انه بعد نحط وياه نورمال سلايم وهذا من على الجهاز يعطينا التيار ان الهواء يطير لنا اياه يتنفس هذا يعني هذا نستخدمه اوقات من الاكيوت اسماتيك حتى هذا من الدراي بارد فور انهاليشن اللي مشيناهن قلنا كلهن ما يحتاجهن عند بريد كوردينيشن وبالتالي استخدامهن اسهل هسه هاي الجروب اوف ميديكيشن حكيناه قلنا في اكو بالاكيوت اسماتيك اتاك وقلنا هسه جينا المريض عنده اسهل شلون هسه هاي نجمعها كلها ونعالج؟ هذا الفيجر هو يلخص لنا فلسفه والتريتمنت مال الاسهل يسمونه ستيب وايز بارع ستيب وايز يعني خطوات شويه شويه اصعد بس البيشنت اللي عنده مايلد وانترميتنت يعني بالشهر مره مرتين اسماتيك اتاك هذا ما يحتاج كل شيء بس يخلي في جيبه شنو شورت شنو اكتيف شنو بيتا 2 اجونست تو بي يوز اون واضح هذا المايلد اسمه الانترميتنت تصير لها كل فترات متباعده هذا كل اللي يحتاجه انه يخلي الجيبه شورت اكتنج بيتا 2 اجونست تو بي يوز از ريكوايرد واضح؟ زين لا اكو مريض عنده مور سيفير اسمه يعني بالاسبوع مرتين ثلاثه هذا ايش راح نعطيه؟ راح نعطيه بروفيلاكسيس وقلنا المين لاين بروفيلاكسيس شنو هو؟ انهيل شنو؟ انهيل شنو؟ تسكير اوكي يعني نعطيه فالخطوه الثانيه ستيب 2 ريجولار بريفنتر ثيرابي اللي هو انهيل كورتيكو استيرويد الانهيل كورتيكو استيرويد مدى تكفي نصعد له على من؟ على الخطوه الثالثه اللي ايش راح نضيف فيها؟ لونج اكتنج بيتا 2 اجونست اوكي يعني يبقى حاط الانهيل ستيرويد اون نيد العفو الانهيل بيتا 2 اجونست اون نيد ويستخدم ريجولارلي لونج اكتنج بيتا 2 اجونست وانهيل كورتيكو استيرويد استخدمهم بانتظام هذن اذا ما كفلنا راح نروح لمن يا خطوه الاربعه يا اما زيد الدوز مالت الستيرويد اور اديشن اوف فورث دراج نضيف له مثلا هيبوتراين ريسبتر انتاجونيست سستين ريليس بيوفيلين او حتى بيتا 2 اجونيست اورالي يعني ثيرابي كامول ثيرابي تعليم واضح؟ ما فادنا لان كلهن فور ميديكيشن شورت اكتنج بيتا 2 اجونيست اون نيد وانهيل كورتيكوستيرويد ولونج اكتنج بيتا 2 اجونيست وليكوتراين ريسبتر انتاجونيست كلها ما تفيده نضيف للخطوه الخامسه ستيب 5 شنو هذا شنو؟ يوز شنو؟ ديلي ستيرويد شنو؟ تارجت اورال ستيرويد حتى نعطيه اورال ستيرويد يعني لونج كير زين الاورال ستيرويد شو وقت ناخذها؟ يقول لك ان ذا مورنينج ليش ان ذا مورنينج؟ يعني اذا ياخذها لونج كير بروفلاكسيس اورال ستيرويد ياخذها ان ذا مورنينج ليش؟ مسج شنو؟ ايه؟ زين اذا انطيناها بالليل شو يصير؟ شو يصير اذا انطيناها بالليل؟ يعني؟ ايه؟ يعني نفس الدوز اذا باور اذا الستيرويد هاي الدوز احنا قلنا صحيح انتم قلتوا السيركيديان ريزم هذا بالصبح اكثر فاذا نعطيها الصبح هذا ما يميك النورمال فيزيولوجي وبالتالي اما اذا انطيناها نفس الدوز نفس الدوز اذا انطيناها بالليل راح يصير لنا مور سبريشن للادرينال جلاند نفس الدوز اذا تعطيها بالليل اللي هو طبيعيا الستيرويد ليفل يكون شنو؟ قليل وبالتالي راح يسوي لنا مور سبريشن للادرينال جلاند ونبات حتى نعطيها مو كان ما ان ذا مورنينج يعني ونزداي حتى اذا نعطيها نبات افري اذر داي
يعني شنو ايرلي افر داي؟ بين يوم ويوم همينه تو مينيمايز الادرينال سبريشن. يعني انت يوم تعطي التابلت تصير ادرينال سبريشن، ثاني يوم الادرينال جلاند ماكو ستيرويد تسوي له ريجنريشن للفانكشن. فاذا الستيرويد اذا سنجل دوز يوجوالي جيفن ان ذا مورنينج تو مينيمايز الادرينال سبريشن. واضح الحين؟ اذا المريض صار له كنترول ذاك الوقت نرجع ستيب داون الى ان نشيل الاورال ستيرويد، نشيل النيكوتراين الى ان نوصل لللوست افكتيف دوز اللي هي ايبل تو مينتين ذا كنترول اوف ذا ديزيز. الاكيوت اسماتيك اتاك، ذا تريتمنت اوف اكيوت اسماتيك اتاك واضح. شنو نعطي اول شيء؟ شنو نعطي؟ اوكسجين وهاي دوز انهيلد برونكو دايليتر. قلنا شنو هو؟ شورت اكتنج بيتا 2 اغونيست. واحيانا اذا ما تكفي شورت اكتنج بيتا 2 اغونيست نضيف له شورت اكتنج انتي كولينرجيك انفراتروبيوم بالاضافه الى السيستميك شنو؟ كورتيكوستيرويد اذا يقدر المريض ياخذ اورالي، والا نضيف هي اي. فمين لاين تريتمنت اوف اكيوت اسماتيك اتاك اوكسجين سيستميك ستيرويد زائدا برونكو دايليتر اللي قد يكون شورت اكتنج، واذا ما يكفي شورت اكتنج بيتا 2 اغونيست نضيف له شورت اكتنج انتي كولينرجيك. هذا موضوعنا الاخير اللي هو the treatment of asthma during pregnancy. مثل ما اخذنا في موضوع التي بي، وكنا احنا من الخطا انه بس ننظر الى الريسك اوف ميديكيشن اون ذا فيتاس، وانما لازم نبابع الريسك اوف شنو؟ ريسك اوف ذا ديزيز تو ذا فيتاس بنسوي البالانس. وهذا نفس الشيء اذا بريجننت وما انطيتها ميديكيشن وصارت اكيوت اسماتيك اتاك وهذا هايبوكسيا والاوكسجين ساتوريشن وكل هذا كله افكت ذا في تصفى. بالتالي تقريبا نفس الميديكيشن اللي راح نستخدمها للنان بريجننت راح نستخدمها للبريجننت بنفس الطريقه اللي سميناها ستيب وايز ابروتش. طبعا اكو بعض الامور يعني يفضل هذا مثلا يقول البيوديسينايد هاز ذا موست سيفتي. يعني شنو هاز ذا موست سيفتي؟ داتا ان هيومن هاند از ذا بريفيرد انهيلد كورتيكوستيرويد. يعني هو الاكثر واحد من الانهيل كورتيكوستيرويد مدروس، وعندنا داتا على السيفتي مالته ديورنج بريجنسي، وبالتالي نفضله بالمقارنه مع البكلوميتازون او الكورتيكوستيرويد. وايضا نفس الحال بالنسبه للسالبيوتامول هو البريفير شورت اكتنج بيتا 2. اوكي يعني اكو امور عمليه هوايه تتعلق بالريجولار يوز وهاي اليوز مالت الدور وهيلر والسبيسر، هذا ان شاء الله عندنا فيها مختبر بعد الانتباه.